ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة وفد مملكة البحرين المشارك في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في العاصمة السويسرية جنيف. وقد تضمنت أجندة المنتدى عدد من الموضوعات والمحاور الهامة على الصعيد الاقتصادي العالمي، من ضمنها تحديات تنمية الاستثمارات الحالية والناشئة، إلى جانب قضايا الاستثمار من أجل التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات العالمية للنهوض بالاقتصاد. كما شارك سعادة الوزير وفود العالم في افتتاح قرية الاستثمار التي نظمت على هامش اجتماعات المؤتمر.